السلام عليكم، تحية طيبة مشاهدينا. مؤتمر الصمام في مثل هذا اليوم من صائفة عام 56، محطة تاريخية مهمة في مسار الثورة الجزائرية، أرضية لها رمزية بالغة وقيل فيها الكثير. اختلفت شهادات قادة الثورة قبل كتابتات الباحثين والمؤرخين في تفسير انعكاساتها على الثورة وما بعدها، لكن لسنا هنا اليوم لتقييم هذه الشهادات والمذكرات المتناقضة، بل لنتساءل أين هي جزائر اليوم من المبادئ الديمقراطية والقيم الثورية التي جاءت بها أرضية الصمام عام 56؟ لماذا بقيت بنود هذا المؤتمر مجرد حبر على الورق؟ أين هي قيم الكرامة والعدل والمساواة والعدالة الاجتماعية والمسؤولية والديمقراطية التي حفلت بها بنود هذا المؤتمر، مؤتمر صمام؟ لماذا لم تتحقق؟ هذا سؤال الشارع اليوم بهذه المناسبة. أين هي جزائر اليوم من أرضية الصمام التي رسمت مستقبل الدولة الجزائرية ووضعت النواة الأولى لمؤسسات الدولة سياسيا وعسكريا وإداريا؟ ورحب مشاهدينا الكرام بضيوفنا الذين سيصطحبوننا في إثراء النقاش حول الهجوم على الشمال القسنطيني في 20 أوت عام 55، ثم نمر إلى مؤتمر الصمام لنتحدث عن أبعاده ودلالاته وكذلك عن جزائر اليوم. طبعا معنا بداية الدكتور إسماعيل معراف، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل، ماذا يمكن أن نقول ونحن نعود إلى هذه المناسبة من جديد، نسترجع ذكرى هذه المناسبة العزيزة على الجزائر، ذكرى 20 أوت عام 56 مؤتمر صمام الجزائر؟ تحياتي لكم أستاذ عثمان وكل مشاهدي قناة المغاربية، متمني لكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك عيد سعيد، كل سنة أنتم طيبين، يا ربي ينعاد علينا وعلى أم البلاد الخير. اعتقد انه ذكرى 20 اوت انا بالنسبه لي هي ذكرى سعيده ولكن اليمه في نفس الوقت. سعيده لانها فيها مجد للذين صنعوا هذا استقلال هذا البلاد وارادوا فعلا ان ينتقلوا من الجزائر من مرحله الى مرحله اخرى، وارادوا ايضا ان تكون مثل ما تقدمت في التقرير ان تكون جزائر فيها الكثير من الأشياء الإيجابية، ديمقراطية، دولة مؤسسات، دولة حقوق الإنسان، دولة فيها التواصل بين من يحكم ومن يحكم، وأيضا يكون فيها تداول على السلم على الصبة بطريقة ديمقراطية. يشعر فيها الجزائريون بأنهم فعلا حققوا استقلال وليسوا أنديجان، ولكن للأسف أن الجزائر اليوم هي تختلف تماما. وأعتقد أنه بعد كل هذا الاستقرار اعتقد ان الذين حكموا البلاد ولا سيما في المرحله المتفقه خانوا امانه من اسسوا لكل تلك المواعيد الثوريه التي حققت الاستقلال، وخانوا امانه الشهداء. واليوم نحن نعيش في دوله ممزقه سياسيا، منهكه اقتصاديا، وايضا بعيده كل البعد عن ان تفعل او تصنع الفعل الثقافي والحضاري على المستوى العالمي. ولكن دوما يا دكتور اسماعيل، دكتور اسماعيل، مصطلح الشرعيه الثوريه ما زال حاضرا لحد الساعه، ودائما يعودون الى الثوره، الى ماثر الثوره، مبادئ الثوره، ولكن هم بعيدون كل البعد. هذا ما يراه الكثير من الخبراء، لان بيان نوفمبر تضمن اقامه دوله جزائريه في اطار مبادئ اسلاميه وغيره. اين هي هذه المبادئ التي اتت في مؤتمر الصمام ولا في بيان نوفمبر؟ استاذ عثمان، وكانك كنت تقرا ما كنت اود ان اقوله بعد لباده صغيره. شوف، اولا الثوره حولوها الى ثروه، وايضا ان الثوره اصبحت سجل تجاري تلجا له السلطه بين قوسين الماضي التي تحكم، كلما شعرت بان هناك من يهدد وايضا يزعزع اركان هذا السلطه. ليس لهم مشروع اخر غير العوده الى التاريخ والبكاء على الاطلال وتبيان للاجيال بان الجزائر حررها الرجال، ولا يمكن لنا مثلا نسمع في هذا البلاد لان تصبح امام التهديدات وايضا الاهتزازات الغير محموده التي يمكن ان تعترف بما حققه الشهداء. ولكن في الحقيقه الكل يعلم بان اليوم المشروع الذي بنيناه من بين قوسين من استقلال لغايه الان، خصوصا في مرحله بوتفليقه، لم يكن صراحه الا كذبا وايضا نفاقا ولم نحقق شيء. وانظر الان الى الجزائري، هذا الانسان الممزق، الانسان مسكون بالعنف، بالرغبه بالحرقه، بالهروب
حتى من الذين ربما الان من الذين يكون لديهم امكانيات الى غد ولكن يفضلون الهروب من هذه البلاد. وفي اخر تقرير انا قراته لاحدى مراكز البحث في امريكا تقول بان 77% من الجزائريين لا يودون العيش في بلادهم. اذا ما حل استاذ عثمان نحن في مصر الفكره العظيمه كيف اصبحنا الان ربما الجزائري يعيش في بلد في كل الامكانيات لاقلاع الاقتصادي والاجتماعي. بمعنى دكتور اسماعيل بمعنى دكتور اسماعيل صدقت نبوءة الشهيد العربي المهيدي رحمة الله عليه لما قال نحن لا نخاف على الثورة ولا نخاف على البلاد أكثر مما نخاف عليه من أبنائها، نخاف عليها من أبنائها، بيقصد الذين هم في الثورة بعد الاستقلال. هذا الذي تحقق، ليست هنالك تداول للسلطة ولا ديمقراطية ولا عدالة اجتماعية، هكذا يقولون اليوم. حتى النخبة أستاذ عدنان اليوم التي السياسية نخبة مبتذلة، ويعني شخصيا أنا عندما أذكر هذه الأسماء التي أذكرها الان اشعر بالكثير من المهانه والذل. تصور انه بلد الذي حرر العربي بن مهيدي وحرره عميروش وحرره كريم بالقاسم الى غداك، اليوم يقوده ولد عباس او يحيى وبوتفليقه والى غداك، وحتى ربما النخب اصبحت اليوم ربما تقتات من الكيسه، واصبحنا الان نرضى في حال الرئيس الكادر رئيس الموميه الذي موجود ومافيا تتحكم في خيرات هذا البلاد، ما فيش مشروع اقتصادي وحاضر. الجزائر اليوم غايبه استاذ عثمان في كل المحافل السياسيه الدوليه، ليس لنا رئيس ولا لا احد يزورنا، والان اصبحنا تقريبا مضحكه في وسائل الاعلام العالميه، والجزائري اصبح مطعطع الراس، وما ذلك مع ذلك ما زال الخطاب السياسي يقول بان علينا ان نبني المستقبل وعلينا ان نسعى الى بناء الدوله التي تكون بعيده عن كل التهديدات الى غد. ونشعر بان اليوم خارج اطار المحروقات المشهوده من الله سبحانه عز وجل الى غد، لا نملك حتى امكانيات لكي نقدرها حتى نستطيع ان نضمن مستقبل الاجيال. اليوم الجامعه هي في ربما ترتيبات الاخذين الترتيب بالنسبه للجامعات العالميه، ليس هناك بحث علمي، ليس هناك حتى الكفاءات العلميه الموجوده في الخارج، حتى لو دعوناها ان تاتي صراحه من اين تاتي؟ ليس هناك لا مشروع اقتصادي ولا صناعه متطوره ولا استثمار في الجانب الزراعي وغير ذلك. وانت فتحت مجال محور الجامعات دكتور اسماعيل، وانت تتحدث عن الجامعات، هناك من يقول بانه الجزائر فعلا ابتليت بهذه النخبة اليوم، هذه النخبة التي لا تنتصر للحريات الأساسية ولحقوق الشعب وإلى هذه المظالم المنتشرة في البلاد، كان على هذه النخبة أن تنتصر لحقوق الشعب وأن تكون معه جنبا إلى جنب. والله شكرا استاذ عثمان، أنا في فرصة وأنا شخصيا وضعت على صفحتي على مستوى التواصل الاجتماعي وتفاعل كثيرون 57,000 أستاذ جامعي. تصور يا استاذ عثمان كلهم ربما يعيشون حاله ما عدا البعض ربما كل 5% الذين يقاومون، وتحيه لهم من هذا المنبر الى غداك، الباقي كله يختلف من سياسات النظام والشيزه. وتصور بان التنظيم الكلاسيكي اللي هو تنظيم وطني لاساتذه التعليم العالي وقطعه الاساتذه خوفا من السلطه والنظام، وانخرطوا في الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحت رمات العمال، ولكن هؤلاء الاساتذه هم الذين ربما الاساتذه هم الذين تقريبا الان هم هذه الاساتذه هم موجودين الان تحت يافطه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويحاولون بكل الطرق صراحه ان يبرروا ما تقوم به السلطه، بل ينتقدوننا لاننا نطلع في قناه المغرب وقنوات اخرى لكي ربما نوضح للراي العام باننا نحن الاساتذه والدكاتره الى غد، ومن واجبنا اننا نفضح هذه السلطه، واجبنا اننا نقدم صراحه ما يقع في البلاد ونفضح هؤلاء الى غد، ولكن للاسف ان النخبه الجامعيه من خلال هذا المنبر اتوجه لهم بانهم فيقوا واستفيقوا ان ما هو تقريبا فتات من مائده السلطه، وتصور بان ما له موجود في عمق المجتمع يحتاج صراحه الى ان النخب تتحرك باتجاه ان ترفع هذه السلطه.
واضح جدا. اشكرك جزيل الشكر دكتور اسماعيل معراف الباحث الاكاديمي والمحلل السياسي، كان معنا من الجزائر عبر الهاتف. ونبقى في الجزائر هذه المره مع الاستاذ الجامعي دكتور شيخ بوشيخي، استاذ التاريخ الحديث المعاصر معنا. دكتور شيخ بوشيخي، تعود هذه الذكرى ويعود مع هذا التساؤل اللي هو على اكثر من لسان اليوم، خاصه على ألسن الاساتذه النخبويين الدكاتره حتى الشارع، ولم لا، أين الجزائر اليوم من أرضية الصمام هذه التي قامت على التداول على السلطة، تحدث عن تداول السلطة، عن الديمقراطية، عن العدالة الاجتماعية وما إلى ذلك؟ تسمعني؟ نعم أسمعك. أسمعك يا دكتور، أسمعك. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام. طيبة للجميع، واسمح لي في البداية أن أتقدم بتبريكات تهاني بمناسبة هذه الذكرى الدينية الكبيرة، عيد الأضحى المبارك للجميع. وأعتقد أن أهم وأبسط شيء ممكن نقف عليه اليوم، يعني على الأقل نذكر ونتذكر أمجادنا وشهدائنا رحمهم الله، على الأقل بضحنا وأبائنا المجاهدين والمجاهدات والشعب الجزائري بأكمله من كثرة التحرير، حرب التحرير التي دامت 87، وكان شيء كبير جدا حقيقة، كانت مدرسة عظيمة وكانت تضحية كبيرة. وأتصور بأن فعل تاريخي هكذا مثل ما نتكلم على مؤتمر الصومال لابد من قول بعض الجمل الواقع، لابد من التقديم، لأنه هناك من كل ما تتحدث عن فترة من تاريخنا إلا وتجد نوع من التفييت، من التحديد، من غير ذلك. أنا أقول بأن الذين كانوا في مؤتمر الصومال مثل ما تفضلت هم أبائي، أماجد، هم أفضل مني يعني، ولهم كل التقدير وجزاهم الله خيرا. وأعتقد السابق أن قد عملوا عمل كبير جدا، هذا صحيح، ولكن علينا أن ننتبه بأننا أيضا لابد من الانتباه للتاريخ، لأنه لا تقديس في التاريخ ولكن أيضا لا تقديس، لابد أن نحاول أن نقدم الشيء كما كان في ذلك الوقت. مؤتمر الصمام شيء كبير، لا أدري أولا هل نتفق بأنه كان مؤتمر، لا زال النقاش بين أهل التاريخ في هذا الموضوع. وهو لقاء اجتماع موعد، هذا ما زال نقاش. أيضا أننا أحيانا نتيجة لحماسنا ومحبتنا لأبائنا نحملهم ما لم يعني يفكروا فيه أصلا، أو أننا ننقص من شأن ما عملوا كليا. أنا أعتقد أن مؤتمر صمام المجيد أو هذا اللقاء الكبير كانت فيه أشياء مضيئة، لكن أيضا كانت فيه أشياء بدأت الحقيقة بعض الصعوبات من ذلك الموعد. يعني مهما قيل فيه دكتور شيخ، دكتور بوشيخي، يعني مهما قيل لكن هناك اتفاق من أن هذا المؤتمر فعلا له بصمته على الثورة، كان من أجل الإطار، من أجل وضع الأرضية، هو الذي نظم الثورة من جديد. ففعلا فيه خلافات، فيه خلاف في الآراء بين قادة الثورة، لكن لا ننسى هذا الإطار وهذه الأرضية التي وضعها هذا المؤتمر. هو هذا بالتفصيل السابق، هو هذا بالتفصيل، هذه الارضيه أيوة. التي هي باختصار ثواني بين الجانب التقني اللي هو الهيكله، وهذا شيء طبيعي كان موجود ومعروف يعني لدى كل الحركه التحرريه. وايضا كان الجانب النظري والذي فيه نقاش، كان فيه بعض الهشاشه الحقيقه، وكان بدايه الصعوبات. وهذا لا ينقص ابدا من عمل ابائنا، فقد قاموا بما استطاعوا، لكن الكلام بالله. فباختصار شديد، حينما نتحدث عن الديمقراطيه في ارضيه الصومال لابد علينا ان لا نتصور بانهم كانوا يتحدثون او يفكرون ب 2018. الديمقراطيه انذاك كان لها معنى اخر، العداله الاجتماعيه نفس الشيء، واهم شيء هو تحرير الوطن، هذا هو المتفق عليه الذي كان في اول نوفمبر. وادبيات الوطن دائما اي شعب، اي كائن حي يريد ان يحرر ارضه، لا خلاف في هذا. الان حينما نتحدث عن مؤتمر الصومال، قلت انه بدايه الصعوبات، وهذا واقع وحقيقي، لاننا وجدنا ان هناك الكثير من الاشياء التي دفعت بمشكلات للامام، من اهمها
وفي تقديري المتواضع أننا وجدنا انقسام بين القيادات آنذاك وعزم ليس بالضرورة كان مقصود، ولكن تم هذا للقيادة التاريخية لحرب التحرير. هناك قيادة تاريخية حتى وإن كنا ندرسها أنا وأنت يعني في المدارس الابتدائية والمتوسطة الضامة وغير ذلك بأنه وجد الثورة في الخارج، ولكن الحقيقة أن هي القيادة الكبيرة التي أشرفت على حرب التحرير أو النظام واندلاعه. فهذا الانقسام الحقيقة الحمد لله مصائب القوم عند قوم فوائد. فرنسا هذه من الأشياء الكريمة الكبيرة التي قدمتها لنا دون أن تقصد، وهو اختطاف الزعماء، لأنه لو بقوا لكانت الأمور تكون أكبر. الحمد لله أنه جاء الفرج من حيث لم يدري، وبالتالي كان نوعا من تقليل من شأن تلك الصعوبات. هذا تصوري المتواضع. طيب. وأباؤنا الذين كانوا في 56 إذا سمحت لي، رغم كل المجد والمجد لهم كشهداء كآباء، ولكنهم هم أصلا لم يطبقوا أرضية الصمت. هذا أنا ربطت عليه وتكلمت فيه، والكتابة موجودة حتى في الجدارية أو بعض السقوط قبل 2010، وقلت بأنه كانوا يفكرون بثورة وليس ثورة. الجزائر لم تكن بالله. طيب اخي معي دكتور بوشيخ، سأعود إليك فقط تريد أن أعطي فرصة لباقي ضيوفنا. معنا الآن مشاهدينا الكرام دكتور محمد الأمين بالغيث، المؤرخ ورئيس قسم اللغة والحضارة في جامعة الجزائر. بعد أن نرحب بك دكتور محمد الأمين بالغيث، ما رأيك أو ما هي أبرز العبر والعظات المستخلصة من مؤتمر الصمام دون ما الغوص أو التركيز على الجوانب التاريخية؟ الجوانب التاريخية معروفة، لكن نريد إسقاطها على الواقع اليوم. دكتور محمد الأمين، كنا معكم. تفضل. هل سمعت سؤالي؟ سمعت سؤال جيدا. أولا أنا لست رئيسا للقسم، أستاذ جامعي مختص في التاريخ من أكثر من 10 سنوات. طيب أستاذ جامعي مختص في التاريخ. شكرا. في الحقيقة لو أنزلنا مؤتمر الصمام على الواقع، هو مؤتمر الصمام نفسه يحتاج إلى تقويم. أيوة. لماذا؟ لأن مؤتمر الصمام عند شرائح كثير من الدارسين والمؤرخين هو عبارة عن انقلاب في وضح النهار عن قيم ومبادئ 1 نوفمبر 1954. والأغرب من ذلك أن مؤتمر الصمام الآن أصبح سجل تجاري للفرنكوفونيين وللعنصريين وللشعوبيين، يقدمونه كما يشاءون في غياب الفحول. فإذا قرأت الجرائد الفرنكوفونية أيوة في الجزائر فلن تسمع إلا طيار إيديولوجي وأسماء من منطقة واحدة، وأكيد أنت تفهم هذا الكلام جيدا. وبالتالي أعتقد أن مؤتمر الصمام قد سبب الألم والجراح لاتصالي الجزائر في فترة ما بعد 56. فإذا قرأت التاريخ جيدا، فمعظم الشخصيات الفاعلة من 54 إلى 56 لم تكن تنتظر إلا أن تستشهد أو تموت حتى لا تحضر فترة ما بعد الصمام أي الاستقلال. وأنا أشهد كمؤرخ أن هناك شخصية راقية من كبار المؤسسين لمؤتمر الصمام. تقصد قادة الولاية الأولى؟ الولاية الأولى؟ لا، القيادات الفاعلة خاصة القيادات أوراث الممشى كلهم ذهبوا في خبر كان. والذين بقوا على قيد الحياة في فترة ما بعد سبتمبر 56 تم قتلهم بصورة بشعة. نعم. وعندنا أسماء كثيرة جدا، من الرافضين لا بلاتفورم على الصمام، عندنا العموري، عندنا شخصيات كثيرة جدا كانت عندها موقف واضح جدا مما وقع في مؤتمر الصمام كانقلاب. أنا نقول انقلاب، وأنا عند كلامي وهذا الكلام مسجل
ومكتوب في كتبي ومسجل في اليوتيوب. تبقى الآن قضية الديمقراطية، أنا أقول لك أن مؤتمر صمام لم يؤسس للديمقراطية ولا للتداول على السلطة، لأن مؤتمر صمام نفسه هو انقلاب على القيم وعلى المبادئ التي قامت عليها الثورة 54. الأمر الثاني أخي عثمان، أن فترة ما بعد الصمام لا تزال إلى اليوم تثير الأسى في كتابات الفاعلين. فلو عدت مثلا إلى مذكرات علي كافي وهو شاهد على المرحلة، نعم، فستجد الكثير من الكلام الذي يتحدث فيه عن حقائق في ما وقع في الصمام. وأنا أعطيك مثال والمثل لله عز وجل. نعم. أنت تعرف أن مؤتمر الصمام أو المؤتمر الجامع للثورة كان من دعاته هو زيغود يوسف. نعم. وزيغود يوسف واحد من كبار الثوار في فترة 54-56. نعم. هذا الرجل خرج غاضبا وقال كلمة يجب عليك أن تحفظها بشكل جيد وأن تقدمها للمستمعين. قال: أما الجزائر فسوف تستقل، وأما الثورة فقد انتهت. والأكثر من ذلك، حتى رواد الديمغوجيا في وقتنا الحالي من ثلاث أيام يقولوا أن زيغود يوسف حفظه الخونة. إذا زيغود يوسف يوم خرج من المؤتمر عرف أنه وقع تغيير وتحويل وانقلاب عن المبادئ والقيم التي صار من أجلها أمثال العربي بن مهيدي وزيغود يوسف وزيد شمورة وهؤلاء الرواد الكبار 54-56. فشيء طبيعي جدا أن هذا المؤتمر الذي لا يزال يثير حبرا كثيرا في الجزائر، والذي يختلف حوله كثير من الجزائريين مؤرخين خاصة، كل يتبنى الصورة التي يتصورها هي الصورة السريعة أو الجزائرية المباركة. لكن الآن احنا عندنا في كتاباتنا نسمي الناس الصوماميون. نعم. الصوماميون الغاربية العظمى ومن الذين اخترقوا الثورة والذين دعوا باكرا في مرحلة باكرة للتفاوض مع فرنسا، مع العلم أن الثورة إلى غاية 2056 ليوم مؤتمر صمام كانت تتصور في يوم من الأيام أنها ستنتشر عسكريا على فرنسا. وكان رواد هذه الصورة هو العربي بن مهيدي، وهو شخصية من الشخصيات الكبيرة التي كانت قد ضمنت على الأقل صدقية ما يقع في مؤتمر صمام. نعم. لكن تأكد أخي الكريم، وأنا قلت هذا الكلام في كثير من وسائل الإعلام وهي مسجلة باسمي، وألقى من خلالها الشتائم من هؤلاء الفرنكوفون وهؤلاء الشعوبيين، أن العربي بن مهيدي خرج من المؤتمر غاضبا. نعم. فإذا كان زيغود يوسف غاضب، وإذا كان العربي بن مهيدي غاضب، وإذا كان هناك شخصية أخرى غاضبة كابن بلة والوفد الخارجي، فماذا يبقى لمؤتمر صمام؟ إذا أستاذ محمد الأمين، حتى يفهم معنا المشاهد ما يردنا عن المؤتمر، عن أرضيته حول الديمقراطية، التداول على السلطة، الاحتكام للصندوق، الشرعية الشعبية، تريد أن تقول هي مصطلحات مفروغة المضمون وليست صحيحة؟ لا، هو كلام فارغ أصلا، لأن مؤتمر صمام تأسس للانقلاب، أول انقلاب وقع في الثورة هو مؤتمر صمام. كيف تنتظر من انقلابيا أن يؤمن بالتداول على السلطة صندوق ضاري للأمة؟ فأعتقد أنه الحديث عن مؤتمر صمام أولا مفروغ للأكاديميين، لأن هذا المؤتمر إذا ولد فيه الإيديولوجيون والشعوبيون فقد أفسدوه من أيام سبعينيات القرن الماضي، ألجيريا التوليتي واليوم جريدة الوطن، وهي تتحدث عن شخصيات بعينها وأسماء بعينها هي التي قامت بالثورة. أما الرواد الأوائل من جيل بن مهيدي ومصطفى بن بولعيد وغيره، فهؤلاء مسخهم مؤتمر صمام في قضية أولوية السياسي على العسكري وأولوية الداخل على الخارج. ولكن الآن سيد محمد، يعني الكثيرون في الجزائر يقول ما مضى قد مضى، رجاء خلونا في الحاضر، الذي قدم هذه التضحيات جزاؤه عند الله، ولكن دعونا الآن، أين هي جزائر الحرية، جزائر الكرامة التي وعد بها المجاهدون؟ أين ما نص عليه بين أول نوفمبر وهذه الأرضية؟ هل فعلا الجزائر مستقلة شعبا وأرضا؟ ومن حيث المحتوى الذي تكلم عنه هذا المؤتمر وتكلم عنه بين أول نوفمبر موجود اليوم ولا لا؟ هكذا يحاججوننا. نعم، شوف، أنا نقول لك أنه
الجزائر اليوم ليست هي الجزائر التي حلم بها جيل اول نوفمبر 54، هذه للامانه. نعم. ونقول لك بصوره اخرى، نتكلم من خلال على ألسنة هؤلاء الرجال الابطال الذين بفضلهم نحن الان نعيش في جزائر مستقله، اقول مستقله الحمد لله. بن بوالعيد في فتره قصيره جدا في اخر لقائه مع المجاهدين بعد فراره من الكدية في قسنطينه، أيوة. يقول لهم كلمه رائعه جدا، اسمع جيدا اخي عثمان. قال سوف تستقل الجزائر، فاذا استقلت الجزائر ووجدتم واحد من المجاهدين يملك مالا وفراء فاعلموا انه خائن. انت تعرف بشكل جيد انه ما بعد 62 ظهر اصحاب الغنيمه. نعم. اما اصحاب الثوره فقد انتهى امرهم، بل وهم مشوا. هم مشوا في 62 ثم في انقلاب 65 وهلموا جرا وكرا، ثم وقع اختراق للنظام السياسي من قبل حزب فرنسا. هل تريد مجموعه حزب فرنسا الذي استولوا على السلطه في تسعينيات القرن الماضي ان يطبقوا الديمقراطيه والتداول على السلطه والتحاكم الى الصندوق؟ هذا كلام كنت قد استمعنا اليه بشكل رائع جدا مع الدكتور اسماعيل معراض. ولكن مع ذلك هم الان دكتور محمد الامين باسم الاستمراريه يريدون الحفاظ على ما سموه هم مكتسبات، لكن انت تعرف الواقع المعيش الان في الجزائر، ونحن نحيي هذه المناسبه السعيده، فيه كثير من الاحتقان، فيه كثير من التذمر، فيه كثير من الشكاوى بخصوص الجنوب، بالتنميه غير مستدامه، فشل هذا البرنامج المزعوم، برنامج الرئيس وتعبه وعزه وكثير من هذه الامور. دكتور محمد الامين، معلش نعود الان للدكتور بوشيخي ثم نعود اليه. دكتور بوشيخي سمح لي طولت عليك شوي، نعود الى هذا المؤتمر، نعود الى الابجديه، نعود الى هذه الارضيه. دكتور معنا يقول هذه فعلا فيه حديث عن الديمقراطيه، عن تداول السلطه، عن السلطه الشرعيه الشعبيه، لكن هي مجرد شعارات قال لا اكثر ولا اكثر، واعطانا دليل على الخصومات وعلى سوء التفاهم بين القاده، قاده ثوريين بعد نهايه المؤتمر. شيخ بوشيخي، دكتور بوشيخي، دكتور بوشيخي ليس معنا بعد. أعود إلى الأستاذ محمد بلغيث. هو معنا الأستاذ محمد بلغيث؟ نعم. طيب، كنت أسأل عن ما يسمونه أصحاب شعار الاستمرارية الحفاظ على المكتسبات، الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولكن في الجهة الأخرى يقول دعونا من هذه المصطلحات، شبعنا منها، نحن نريد جزائر الكرامة، جزائر العيش الرغيد لأبنائنا. لماذا؟ لأن البلد ليس دولة بسيطة، بل هو قارة، هو يزخر بالبترول والغاز والمعادن وكثير من الموارد، فلماذا نحن الآن ننزل درجات بعد أن كنا في ننزل دركات بعد أن كنا في درجات؟ أستاذ محمد الأمين، أنا معك يا عثمان. طيب تفضل، أنا أسمعك، تفضل أنا أسمعك. والله شوف، هذه قضية دولة البترول هذه كذبة كبيرة جدا. أيوه. لأن البترول في عرف الخبراء والاستراتيجيين ما لم تبقى له إلا 5 أو 6 عقود، صحيح أنه بثنا كما تحدث في مؤنساتي دولة بحجم قارة، ولكن البترول في حد ذاته شكل أزمة كبيرة جدا للنمو الاقتصادي في الجزائر. وطبعا أنت لما تعتمد دولة على مدخول البترول فقط دون أن تعود إلى الفلاحة خاصة وإلى الصناعة وإلى ما يمكن أن يحقق في الجزائر والدواء والغذاء وإلى ذلك، تبقى رئيسة الغرب وما يصرف علينا في اسواقه الخارجيه من خلال الاثمان العاليه للمواد التي تصدرها خارج مصر الينا مصنعه. الامر الثاني انه تاثر كثيرا على المجتمع. الان الجزائري ذكي جدا ويقرا لغه الارقام، فهناك
لغة واضحة كل الوضوح من خلال ترتيب الجامعات الجزائرية. فإذا كانت رفاهية أي مجتمع من المجتمعات هي التعليم، فإذا كانت قدرة وشخصية ومكانة أي أمة من الأمم هي في رجالها وبناتها الذين تخرجوا في مدارسها الجيدة وجامعاتها المتميزة، أعتقد أن الجامعة في الجزائر بائسة جدا. فالطلبة يدخلون في إضراب شهر سبتمبر ويخرجون بعد الامتحانات في شهر جوان بإضراب. أين سيتكون هذا الذي سيكون محضنا متميزا وأمينا على مجتمعه في الصناعة، في التعليم، في الزراعة، في شق الطرق، في الحفر على البترول والغاز وغيرها من هذه المواد التي أعطانا إياها المولى عز وجل دون أن نبذل أي مجهود؟ أعتقد أن هذه القضايا علينا أن لا نضحك على الناس، لأننا الأخ معرافي أصبحنا مضحكة ونطاق أمام الدول، بل والأكثر من ذلك أصبحنا نموذج لسراق المال العام الذي يهرب من الجزائر إلى الخارج. فهذه الفضائح هل لا تكفينا مع العلم أن الجزائر تعرض شكرا. الديماغوجيا هذه فضحت السياسيين وفضحت اشباه المثقفين. بالضبط. شكرا جزيلا لك دكتور. دكتور محمد الامين بلغيث المؤرخ الاستاذ الجامعي والمؤرخ، شكرا جزيلا لك. اعود لك استاذ بوشيخي، كنت اسالك قبل ان يحدث الاتصال عن هذه المصطلحات التي تحدث عنها الاستاذ محمد الامين بلغيث وقال هي مفروغه من حيث المحتوى، لا كانت موجودة على الورق فقط ولكن في الواقع واقع القادة قادة الثورة غائبة وليست موجودة إطلاقا، ولذلك بقي هذا الشرخ، بقي هذا الانقسام بين قادة الثورة إلى أن أتى الاستقلال. هو حتى نقرر فقط الصورة لأنه هذه تحتاج الأيام بشخصية ونحن نحاول أن ندرسها ونكتب فيها بما استطعنا من الوثائق. لابد علينا، أنا هذا تصوري على كل حال، أيوة، أن مسألة أول نوفمبر كعمل تحرري قلت عنه بأنه كان انقلاب حقيقي، لكن كان أنبل انقلاب لأنه جاء من طرف المنظمة الخاصة يعني من جنود وقرروا انطلاقة حرب التحرير، وبالتالي كأنهم خرجوا ولنقول بلغة العصر تمردوا على القيادة السياسية ولذلك مبررات. الآن جماعة بن خدة وغيره كانوا إطارات وكانوا هم أعلى رتبة من الذين فجروا الثورة. الآن نحن حينما تحدث عن الشهيد بلبهيدي وشهيد هؤلاء من السمع والبصر الآن، لكن في تلك الفترة بن خدة كان شيء كبير في الحركة الوطنية. الزعماء الذين كانوا في الحركة لما التحقوا بالجبهة كأنهم أرادوا أن يسترجعوا، هكذا أنا أفهم، بأن يسترجعوا القيادة السياسية على الجنود. فأنا لا أعتقد بأنها مسألة يعني أكثر من هذا. هناك نوع من استرداد الأحقية ولكن بطريقة في اعتقادي كانت هشة، لأن لما مثلا الأستاذ سابق وأنا أرجو من المشاهد الكريم خاصة المختص أن ينتبه لك الأمر، لما نقول نحن في حرب التحرير أنه السياسي له الأولوية على العسكري، نعم، هذا كلام لا معنى له في تلك الفترة. والدليل حتى يعني والداخل على الخارج، لما تأخذ هذه الاثنين النقطتين لا يمكن أن يطبقا في حرب التحرير الوطنية. فأول من نقد هذا، وهذا ليس لأنهم كانوا خونة أو أي شيء، لا، في 57 كلهم خرجوا إلى خارج الجزائر الذين طلبوا بتقديم الدخل على الخارج. فلما خرجوا من المفروض من الناحية النظرية أنهم هم يصبحون في الدرجة الثانية والذين بقوا في الجزائر، لكنهم لحقيقة الثورة، لحقيقة حرب التحرير، هم الذين سوف يسيرون أو البعض منهم حرب التحرير من الخارج كما هي العادة في كل البلاد. فبالتالي أنا أعتقد أن الحماس وصغر السن
وقلة التجربة جعلتهم يفكرون في دولة وهم في حرب التحرير. هذا فهمي. إذا صعب علي أن أقول أكثر من هذا عن الذين يعني قدموا دماءهم وأرواحهم ولم يكونوا يعني يتنافسون من أجل ثروة أو أي شيء، تلك الفترة الناس كانت تموت. فالآن لما نتحدث عن الديمقراطية أو العدالة الاجتماعية أو المبادئ الإسلامية لابد أن نضعها في تلك الفترة وفي الفهم آبائنا في الخمسينات. نعم. لابد علينا أن لا نتصور ذلك. نعم. يعني بعبارة أخرى تريد أن تقول بأنه هذه الأهداف لم تتحقق. الأهداف أهداف الكبيرة لحرب التحرير التي جاءت في أرضية الصومال هي نفسها أول نوفمبر، لكن علينا أن نفهم شيء بسيط جدا، أن بيان أول نوفمبر هو باختصار خلاصة لأدبيات الحركة الوطنية حزب الشعب وانتصار الحرية، يعني لم يأتي هؤلاء الجنود أباء هؤلاء المجاهدون وجاءوا بأول نوفمبر عندهم. فالتحرير الوطن إقامة النظام الجمهوري إلى غير ذلك هذه أهداف مشتركة، ونحن نقول أن الجزائر قد تحررت، فالأهداف الغاية الكبرى تحققت. الآن لما نتحدث عن الديمقراطية لا أحد في الصومام ولا غير الصومام هذه حقيقة كان يفكر في تعددية حزبية بالمفهوم المعروف الآن، يعني لو نأخذ 66 الذين كانوا في مجلس الشورى إذا استثنينا طلحة عبد الله رحمه الله الذي كان ليبرالي، الباقي كلهم كانوا يؤمنون بالنهج الاشتراكي اليساري بدون استثناء. ابن بلة رحمه الله كان اعلى الحزب يعني المكتب السياسي للحزب وهو اشتراكي. اي محمد شبه قوة اشتراكية. محمد بوديا الثورة الاشتراكية. فالجميع كان المنطلق، حتى في بن خدة رحمه الله كلهم كانوا اشتراكي يعني نعم. بالنهج الاشتراكي اليساري. لا وجود لما نفكر فيه الآن نحن. فكان هذا التصور موجود وهؤلاء أباؤنا وفكروا بما استطاعوا. هذا بيت القصيد وعلينا أن ننزل التاريخ في مكانه في زمانه. نعم. واضح جدا. خليك معنا دكتور، سأعود إليك. انضم للنقاش قاسا عيسي القيادي السابق في حزب التحرير الوطني. أستاذ قاسا عيسي بعد أن نرحب بك، كيف يمكن أن نستخلص العبرة من الثورة من مآثرها من مؤتمر الصمام نموذجا؟ أولا شكرا على الاستضافة وعيد مبارك للجميع. شكرا، عيدك مبارك. وتحية للإخوان الدكاترة الأساتذة اللي شاركوا في النقاش. شكرا. بالنسبة للانعكاسات خليني ننطلق بالوضع الدولي الحالي اللي تعيشه بعض الأمم الإسلامية والعربية، بحيث إذا الجزائر الآن مستقلة بعد ثورة مسلحة لعرفت أحداث كثيرة، بعض الشعوب يعني مازالت مستعمرة ابتداء من الشعب الصحراوي الجار اللي مازال تحت الاحتلال، الشعب الفلسطيني اللي يعيش في الأراضي المحتلة تحت السيطرة الصهيونية وقطاع غزة المنحصر، الشعب الإسلامي المسلم الروانغاس اللي يعاني في صمت، والوضع السائد في كثير من البلدان العربية في حروب وفي يعني صراعات اللي تخلي الدم والألم. إذا كنا بالنسبة للانعكاس تاع الصومام وقبل الصومام أحداث 55، أنا سمعت للقراءات العديدة للآن الأحداث. نعم. بوجهة نظري احنا مازلنا نركزوا على القراءة اللي كانوا بعض القادة تاع الثورة ومن بينهم سي عبد الحميد مهري، عن ما يتكلم عن الأحداث يذكر باللي الثورة الجزائرية كان عندها بعد تاع شمال إفريقيا يعني تاع المغرب المغاربي، ولهذا حادث 20 أوت كان يربطه بالوضع السائد في المغرب فيما يتعلق محاولة ضرب الشعب المغربي من خلال نفي الملك محمد الخامس، محمد الخامس الله يرحمه. نعم. وأحداث 55 وكانت قال جاد يعني أيضا
تضامنا واحتفالا بهذه الاوضاع. تمام. التضامن تاع الشعب زيادة بالنسبة لأحداث 55 كان يركز، كان يقول باللي كانت قطيعة بين الشعب ومع النظام الكولونيالي الفرنساوي، وهذا لفضل القادة تاع المنطقة الثانية على رأسهم زيغوت يوسف وبن طوبان وكثير من الإخوان المجاهدين أشاوس. وفي نفس الوقت ما ننساوش أن في سرد الأحداث كان الثورة المعقل تاعها الأساسي من بين الثورات كانت يعني محصورة، وأحداث 55 جات كعمل استراتيجي وتكتيكي كبير باش يحاولوا ينقصوا على الضغط على الأوراس، وأوراس كانت معقل تاع الثورة. إذا من هذا الجانب هذه القراءات اللي مازلنا متمسكين بها. أما فيما يتعلق بالصمام مهما كانت التأويلات الحالية، لأن عيون والذهنيات تاع 2018 بالنسبة للوضع الآخر ما في ناس باسلة. الآن فيه تيارات إيديولوجية عديدة تحاول تستغل هذا الحادث وتوظفه لأغراض إيديولوجية وسياسية. إذا فيه التيار التغريبي إلى آخره، فيه التيار أيضا يحاول يسقط أن كل ما أنجز تاع الثورة هو يعني له انعكاس سلبي، وهذا أيضا مغالطات. بالنسبة لنا الصمام تعتبر وقفة للمنظمين تاع الثورة بحكم أن ما قدروش يجتمعوا شهور من بعد كما هو كان مقرر، والانعقاد تاع مؤتمر الثورة تاع الصومام في الظروف الحالية وفي المنطقة تاع الصومام خاصة، هذه خلينا باش ندير يعني تحية خاصة للشعب الجزائري عامة، وأيضا بالنسبة للمواطنين تاع أوزلاقن وين يقدروا يستضيفوا مؤتمر بدون فرنسا تعلم ولا نعرفهم القرى وحدة بوحدة. وهذا الشعب الباطن كان صورة مصغرة للشعب الجزائري بصفة عامة. الجانب الثاني بالنسبة للنتائج الإيجابية تاع المؤتمر الصومام والانعكاس تاعه بالنسبة لليوم، هو قدر باش يضم كل القوى الفاعلة ويجمع كل القوى الوطنية في إطار هدف واحد هو الكفاء من أجل الاستقلال. وهذه النتيجة يعني تعتبر معجزة في حد ذاتها، لان عندما نشوف المقاومات ما قبل 54، عندما نشوف المعاناه تاع اللي عاناها الامير عبد القادر الباطن الوطني هذا المغوار فيما يتعلق القبائل اللي كانت يعني تكافحوا وعرقلتوا والخيانات اللي كانت من الجوار هذا. طيب استاذ قاسم، الا ترى بان الجزائر اليوم في أمس الحاجة بل في مسيسها إلى توافق لكل أبناء الجزائريين، كل أبناء الجزائر، مثل ما جرى بالضبط أيام الثورة؟ أيام الثورة لم نكن نسمع بهذا قائد، هذا قائد شاوي وهذا قبيلي وهذا تارجي وهذا مزابي، كلهم أبناء الجزائر. يا أستاذ عثمان هذه هي القراءة اللي كنت نقول لك بالضبط، اللي كان يدرس عنا الأستاذ سي عبد الحميد مهري ربي يرحمه إن شاء الله. يقول باللي الله يرحمه، يقول باللي يعني المعنى تاع الصومان معاني دائمه، وفي نفس الوقت عندنا نشوف الانعكاس تاعها اليوم، عندنا نتكلم ضروري تكون عندنا جبهه وطنيه واسعه تلم كل القوى الفاعله في البلاد، اللي كما قلناها في 92 وفي 94 و 98 الى اخره، ومازلنا نذكرها الان. البلاد في حاجه إلى جبهة وطنية وسعى. وماذا يمكن أن نقول سيد قاسم؟ وماذا يمكن أن نقول لكل من يتنكر لما كنت تقوله الآن باسم الاستمرارية؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم مفتاح تاع الجنة وتنكروا عليه وضربوه بالحجر. واش تقول باللي المجاهدين والشهداء اللي جابوا لنا الاستقلال واللي خلونا باش نكونوا متواجدين؟ سي عثمان نعم اسمعوا، في فرانس فانون أيوة، اللي استفاد كثير من التجربه تاع الثوره الجزائريه في كتاب تاعو لونسان دو لا ريفوليسيون الجيريان، يتكلم عن المآساه تاع الوعي الوطني لي ميز افونتور دو لا كونسيونس ناسيونال. احنا الان رانا نعيشوهم عندما نشوف باللي
المحاولات لتفكيك الوحدة الوطنية من خلال إبراز الشعوبيات والمناطقيات والجهويات إلى آخره. عندنا نشوف أيضا بالنسبة للقراءات تاع الصمام يتكلم على دولة وطنية اجتماعية نعم. ديمقراطية في إطار المبادئ. احنا نعرفوا باللي مازلنا بعاد بالنسبة لتحقيق هذه الأهداف سواء من جانب الاجتماعي سواء أيضا فيما يتعلق بناء المغرب الكبير. أنظن باللي من أهم فيما يتعلق أيضا بالجانب الديمقراطي اللي هنا عملية ماهيش جائزة تقدر تجيبها فري ولكن تبنيها خطوة بخطوة ولكن بجدية وبصدق. هذا يتطلب أن نجمع كل القوى وندير خطاب اللي يجمع ماهوش اللي يقصي خطاب اللي طيب خليك معي أستاذ القاسم سأعود إليك أستاذ القاسم سأعود إليك بعد لحظات. دكتور بوشيخي هل من بصيص أمل حتى لا يقال بأنكم أنتم في مناسبة العيد وتعودون فقط للأمور اللي هي محل خلاف بين قادة الثورة، هل من بصيص أمل لتجسيد ما استشهد من أجله الشهداء رحمة الله عليهم، بناء جزائر متطورة ديمقراطية في إطار المبادئ الإسلامية، العدالة الاجتماعية وغيرها؟ أستاذ بوشيخ نعم أنا أسمعك تفضل. إذا كان ممكن إعادة فقط قلت لك هل من بصيص أمل اليوم ولما لا لإعادة النظر ولما لا أو تطبيق ما استشهد من أجله الشهداء رحمة الله عليهم لتطبيق ما جاء في بيان أول نوفمبر، هل من بصيص أمل، هل بإمكان الجزائر أن تقطع خطوات بعدما أن فشلت بعد الاستقلال في تحقيق هذه الأهداف أم لا؟ نعم إذا سمحت لي فقط في لحظة نحيي الأخ قاسم من جاية أيوة. ولابد من شرح أمر بسيط في ثواني. أنا أقول أنه الأستاذ عبد الحميد مهري ربي يرحمه أيوة. لابد علينا أن نتذكر بأنه في الصائفة 54 كان هناك اسلوبان تياران بين ابائنا انذاك في العاصمه في 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 نفس الشقه في نفس المكان في العاصمه. كان شي بوديا في غرفه يشتغل من اجل جبهه التحرير الوطني، وكان في عبد الحميد مهري يشتغل في نفس المكان مع مكتب المغرب العربي في القاهره من اجل جيش تحرير المغرب العربي الذي كان من ابرز قياداته السي عبد الكريم الخطابي ابن المغربي الزعيم الكبير الى اخره. فلما ناخذ قراءه عبد الحميد مهري لابد علينا ان لا ننسى هذه المرجعيه اللي هو يتكلم بها ورحمه الله هو لم يكن مخطئ، ولكن الجماعه التي قررت اطلاق النار لانه لم تبدا في اول نوفمبر، ثوره شيء تراكمي، فحرب التحرير لاكاد ليبراسيون هذه اطلق فيها الرصاص من طرف ابائنا المعروفين تحت قيادة تاع لوس تاع المنظمة الخاصة التي كانت في القاهرة وانضم إليها سي بوبيع ربي يرحمه. فهذا اللي يخلينا نفهم سي عبد الحميد مهري لما كان يتكلم على هذا الأمر والبعد المغاربي وكل هذا الكلام، وتم هو على كل حال انضم لجبهة التحرير وكل شيء. الآن لما نتحدث نحن الآن الجزائري ونقول هناك بصيص أمل لتحقيق شيء، أخي أستاذ سابق الكاتب والعزيز، نحن أبناء وطن، يعني على الأقل لما نتكلم على أول نوفمبر كما قلت لك هي أصارة لأدبية الحركة الوطنية، لم يأتي جامعة النص لم تكن على هذه القدرة لفعل هذا، كانت أخذت حتى جبهة التحرير حتى الخريطة العسكرية هي نفسها قبل أول نوفمبر من طرف المنظمة الخاصة يعني خمس مناطق وإلى آخره. فبصيص الأمل كان ما هو؟ تحرير الأرض، إقامة النظام الجمهوري، المبادئ الإسلامية. أنا أقول لك على الأقل هناك تحرير للوطن تم، يعني أنا نظن بأننا نتفق في الحصول هذا. فإذا كان الجزائر العزيزة عادت والنظام الجمهوري الآن موجود أيوة. والمبادئ الإسلامية موجودة في الدستور نعم. أين الخلل؟ الخلل أنا أعتقد بأن كل الأمم بما فيهم خير أمتين أخرج للناس اللي هم أسيادنا الصحابة، نحن نعرف ما الذي وقع بعد سقيطة بني سعد. هذا الشيء مرتبط بمستوى الإنسان وبالتخلف وبالأنانيات لبعض الحكام من آبائنا. هذا صحيح، هناك أنانيات وهناك
عدم القدره لدى البعض الى غير ذلك. تسمعني الاستاذ؟ نعم نعم اسمعك. اذا هذه العلانيات التي اعتقد بانها ترتبط بالجيل الثاني بعد 62 من زملائنا الاكبر منا قليلا والذين لا فضل لهم علينا لانهم لم يشاركوا في الثوره. هنا المأساه استاذ سابق. انا لما ياتيني مشاهد وهنا ايضا انا نتحدث من موقعي كباحث في التاريخ لست متحجب بالمفهوم هذا القيادي يعني عندي ميولي ولكن طيب لما نتحدث احنا الان عن المشاهد اي مشاهد لابد ان نذكر الفكره التي نبحث فيها. نقول لك مثلا لما نتحدث عن زعيم الجزائر مصالح الحاج من يتحدث عنه قبل 50 صحيح كان عظيم صحيح لكن وقعت اخطاء. من يتحدث عن بوصوف هذا معجزه هو في حد ذاته معجزه لكن لما نجي 62 شيء اخر. نحن بشر لا يمكن لي عدم نقول التقديس او التقديس في التاريخ شيء مرعب شيء مرعب حقيقة. يعني كأننا نريد انت الاستاذ عثمان وانا والاخوان من ابائنا منذ ولدوا الى ان يلقونه وهم ملائكة. هذا غير ممكن ولم يحدث في اي جيل ولا شيء الصحابة. فلما نتحدث انا مثلا نفرض اننا نتحدث عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فرضا جدلا انا مثلا اعارض سياسته في السلاحة او بعض الاشياء التي هل هذا يعزيه من كل شيء خلال حرب التحرير؟ هنا المأساة. هذه المشكلة بالنسبة لإخواني في المعارضة والتي ألح عليهم. إذا أردنا أن يصدقكم الشعب ويعني على الأقل يتبنى بعض أفكاركم لا نبالغ لا نبالغ. واضح جدا يا دكتور. الإنسان الذي بات قضية واحدة في الغابة من أجل الجزائر فهو عظيم. يبقى بعد 62 ثمان صحابة أسياد نتقاتلوا يعني سبحان الله سبحان الله. فهناك هناك هناك مشكلة مرتبطة بالتخلف الفكري اربطها انا بكلام انا عجبتني لما تكلمت عن النخبة واعطيني الفرصة هذه لان هناك مشكلة ايضا اذا لم تكن معي فانت لست من النخبة وانت حتى البعض يقول خائن. هذه المأساة. النخبة عمر ابدا لم تكون واحدة في اي ارض. هناك نخب وهو كذلك يا دكتور سمح لي فقط يا دكتور لم يبقى لدي الوقت لتمديد المداخلة ولكن مع ذلك أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور شيخ بوشيخي الأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة طهران. شكرا جزيلا لك. نختم مع الأستاذ قاسى. أستاذ قاسى عيسي البعض يقولون أستاذ قاسى وأنت أريد جوابا منك حول أن البلاد اليوم في أمس الحاجة إلى التنفس والتنفس هنا يأتي عن طريق مرحلة انتقالية لذا لابد لها أن تذهب إلى هذا. لولا هذه المرحلة الانتقالية ستتعفن الأمور وباسم الاستمرارية سنكرر المكرر ونبقى في نفس المشاكل ونفس الأمور. ما رأيك في هذا الطرح؟ والله المصطلح تاع المرحلة الانتقالية اسمح لي يعني نقول لك باللي احنا في بداية التسعينات عندما كان التحول نعم. من النظام الأحادي التعددية كان جونا بالفكرة عن طريق الانترناسيونال سوشاليست وبعض الدول المجاورة قال لازم لكم دي كونفيرونس كونسلتاتيف الى اخره. ايوه هذه ايضا فكره تاع المرحله الانتقاليه. شوف يا استاذ نرجعوا للشيء اللي جاء في الصومال. الصومال جاب حاجه قال دوله ديمقراطيه اجتماعيه في اطار المبادئ الاسلاميه ولكن جاب توضيح قال بلي الدوله ماهوش دوله ديمقراطيه. هذا مثل اللي خليت ما نجيش نعاود النقاش من جديد حول القضايا هذه. فيما يتعلق بالديمقراطيه الان مهما كانت النتائج احنا عندنا نقص كبير في التعمق الديمقراطيه ولهذا المرحله الاتيه تتطلب زوج حوايج. تتطلب مجهودات للم كل القوى الفاعله مهما كانت توجهات تاعها ولكن متفاهمه على الهدف بالنسبه لي باش نبنيو دوله قويه ووطنيه ديمقراطيه اجتماعيه. وهذا في الحقيقه المجهود اللي كان بذله الاخ مهري من بعد حوادث اكتوبر. نعم. عندما درنا ندوه يعني ما يسموها اطارات الثوره لجمع كل القوى اللي كانت خارجه واللي كانت مخفيه. لماذا؟ لان ما تقدرش تجمع اذا نزل عندك الفكر تاع الاقطاع ولهذا الصومام
كان بالنسبه لنا هذا هو الدرس الكبير. نعم. لازم تجمع ما لازمش تقسي. الجانب الثاني هو فيما يتعلق الان بالنسبه للمؤسسات النقائص الموجوده في تيرها في المانجمنت تاعها في الحوكمه الى اخره، وضروره المكافحه تاع الفساد، لان الفساد يخسر لك كل ما هو مكتسب. نعم. وكي السوسه هذيك. نعم. يعني تقيسك في العظم. ولهذا الخطاب تاع المؤتمر الصمام، وهو مؤتمر حزب جبهه التحرر الوطني في منطقه الصمام، لازم نقولوها ايضا للتاريخ باش ما يكونش فيه تزيين، هذا مؤتمر تاع حزب جبهه التحرير الوطني، اول مؤتمر والاخير اللي انعقد في اثناء الحرب التحرير وفي الجزائر، واللي جمع اكبر عدد من القوى الفاعله. تمام. اذا الشيء اللي باقي احنا نترحبوا على الشهداء بالضبط، ونعترفوا بالخير بالنسبه اللي ساهموا في بناء الدوله الوطنيه، وفي نفس الوقت نكونوا موضوعيين ان البلاد تعيش اوضاع صعيبه وتعيش ايضا ازمات في كثير من القطاعات، وتتطلب توحيد الجهود. نعم. في اطار نظره واضحه، ما تكفي حتى كل واحد فعل اللي يحب الجزائر، والجزائر نحبوها جميعا. شكرا جزيلا لك استاذ قاسم. فعلا الجزائر في مرحله خطيره وهي تحتاج لابنائها جميعا بدون اقصاء واستثناء. شكرا جزيلا لك استاذ قاسم عيسي، القيادي السابق في حزب التحرير الوطني، وشكرنا موصول لباقي ضيوفنا الذين اثروا النقاش حول ملف اليوم الصمام وواقع الجزائر، الدكتور اسماعيل معراف والدكتور شيخ بوشيخي والدكتور محمد الامين بلغيث المؤرخ والاستاذ الجامعي. شكرا جزيلا لكم، ونجدد لكم تهاني العيد، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك.